مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوطنا الخامس والعشرين في مجموع الاشواط والشوط الخامس والعشرين المخصص للحجايج بكار. في هذا الانطلاق والتحدي والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الاثاره، نتابع التحدي، نتابع مسيره الثلاثه كيلومترات. وهنا على الصدارة وعلى المركز الأول طرايف لمحمد بن مبارك بن محمد المري من تاتي على الصدارة، وعلى المركز الأول وفي المركز الثاني. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات تأتينا الشاهينية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، وعلى المركز الرابع المركز الثالث وتنطلق بهذا الأداء هنا مشهورة لمحمد بن حمد بن سعيد الكلباني، وهناك الانطلاقة من مياس حمد بن الصغير لوهيبي وشعار أيضا يتدخل بكل قوة، حياب بن أيضا من تأتي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة، وصل أيضا شعار الأولمبي صالح بن حمد بن شلويح العامري من تشيدي. الرشيدي قادم، الرشيدي، ولكن هنا 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 الشايبة، الشايبة على الصدارة، الشايبة على المقدمة، على المركز الأول سالم بن محمد بن سالم العامري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. مشكور مشكور يا محمد، مشكور يا محمد يا لوهيبي على هذا الأداء الجميل، وها هي لحظة وصول الشايبة السالم بن محمد بن سالم العامري ولحظة وصوله إلى خط النهاية. سلام لوغان، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني جبار سليمان بن سيف الرشيدي، وفي المركز الثالث من تصل على المركز الثالث للسيد محمد مصطفى مرخان، المركز الرابع للسيد راهب بن مخيط بن مجارح، وفي المركز الخامس من وصلت في المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام المركز الرابع حارب محمد بن حمد الكتبي، والمركز الخامس راهد بن مخيط بن مجارح، والتوقيت الزمني 4:39 ستا من الاجزاء من الثانيه، التوقيت الزمني الذي سجل تحت اقدام الشايبه. تهانينا والناموس للسيد سالم بن محمد بن سالم العامري على هذا الاداء الجميل. اما المركز الثاني فكان من نصيب جباره لسليمان بن سيف بن راشد الرشيدي من اتى على المركز الثاني ب 4:40 ستا من الاجزاء من الثانيه. اما المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصلت في المركز الثالث ها هي